دلوقتي محتاجين اليات. احنا انا بحضر ندوات مجتمعه في عدد كتير، في حتت كتيره، بحضر في بيوت ناس، بحضر في كافيهات، بحضر في ساقية الصاوي، والناس بتتكلم وكله بيعبر عن نفس الاحساس بعدم الامان النهارده، ومفيش اليات واضحه ازاي نوصل لهم ان انتوا بتعملوا حاجه احنا مش مطمنين لها، ومفيش اليات واضحه ازاي نقدر ان يبقى في لجنه رقابيه عليهم. الشباب المشكورين طبعا، اللجنه اللي اتفضلت وقالت احنا شباب 25، انا يعني انا ما انتخبتهمش، ولكن انا عارف ان الظروف الحاليه لا تسمح بالانتخاب، ولكن انا ما اتحركتش بانه جالي مسج من وائل غنيم على الفيسبوك فطلعت، مع طبعا شديد الاحترام لوائل، ولكن انا اتحركت يوم 28 لما عرفت ان في شهداء بتموت وانه بيضربوا قنابل غاز على الناس، وشفت ناس كتيره جدا من الشعب المصري طالعه ولا عندهم فيسبوك ولا يعرفوا اصلا ازاي يدخلوا على الفيسبوك، وطلعوا بيزد على ان هم طالعين يقولوا المطالب الاساسيه للبني ادم الطبيعي اللي عنده مطالب لحريه ولعيشه كويسه والحياه نظيفه ولحد يسمع رايه وما يتضربش من ضابط بوليس في اسم، ولا ما يتوقفش في لجنه وواحد يتنطط عليه عشان هو عيل جايب 55% في ثانويه عامه وما عرفش يعمل حاجه في حياته غير انه يتنطط على الناس. فالناس دي طلعت، الناس دي طلعت وطلعت وقالت، ومحدش بيعبر عن رايهم. انا بتواصل مع ناس كتيره جدا في مناطق الشعبيه، اتعرفت عليهم جوه ارض الميدان. انا ارض الميدان دي كانت ملحمه بكل مقاييسها. لما بتواصل معاهم بيقولوا لي، بيحكوا لي ان في تحركات جوه المناطق بتاعتهم لاعاده هيكله قوه وسطوه الحزب الوطني من جديد. الناس طبعا في وضع اقتصادي سيء، العمال اللي باليوميه عمالين بيشترون بالفلوس دلوقتي. طب يا جماعه ايه الاليات بقى؟ نرجع بقى للفوكس، معلش انا طبعا متلخبط، انه الواحد فعلا حاسس بعدم امان مرعب. يعني اتفضل. الاليات اللي ممكن حضرتك يعني دكتور نقدر نوصل بيها لتوصيل المقترحات اللي احنا بنعيش هنا مثلا، وتوصل بجد، مش توصل بان احنا مجموعه شباب تقعد مع واحد هو اصلا مدير الشؤون المعنويه في قوات مسلحه، يعني دوره انه يقعد يعني بالسلانج لانجويج يعني بيليف الناس عشان يمشيهم مبسوطين ويقولوا تمام احنا كده زي الفل. اليات لاعاده هيكله جهاز الشرطه بايده الباطشه اللي هو جهاز امن الدوله، كلنا بنحترم الجهاز المخابراتي الرابع في الدوله ولا وتقفر معرفش رقمه كام في التعداد، يعني الاجهزه المخابراتيه الكتيره اللي في البلد، ولكن الجهاز ده ما كانش بيعمل على امن الدوله، الجهاز ده كان بيعمل على التفتيش على المواطنين لحمايه النظام، والجهاز ده هيفضل بنفس العقليه ولن يتغير. فازاي بقى نعيد هيكله الشرطه دي بان الجهاز ده يحل تماما ويعاد بناء جهاز مخابراتي يحمي امن مصر الحقيقي، امن مصر من الخارجين مش من الداخلين، مش من بني ادم بيقول رايه لحكومه عماله بتستبد ان اند اوت. الحاجه الثانيه اللي هي في اعاده الهيكله دي بتاعت الشرطه ازاي ومين يعمل ده وفين البدايه؟ يعني احنا عمالين بنقول عايزين نعيد الهيكله، وحضرتك تفضلت بكلام يعني في الموضوع ده بوليت بوينت يعني موضوعي ومميز، بس ازاي فين البدايه؟ ما احنا عايزين نروح دلوقتي نعمل اعاده هيكله في الشرطه الان واحنا في عز ثورتنا لسه، ولا هنروح نعملها امتى؟ لما خلاص الثوره تتخطف ويرجع امن الدوله يخطفني انا من بيتي وامن، ويخطف الراجل اللي واقف يتكلم اللي هو عينه فقدت ولا او يقتلنا، لانه في 10,000 حته سلاح ما لهمش صاحب دلوقتي في البلد، عادي جدا نزل من بيتي رصاصه لكل واحد كان في منار التحرير ونخلص. النقطه الثانيه كمان اللي هي تفعيل دور الاجهزه الرقابيه عموما لتكون فوق الجميع دون الوصول ان هي تبقى في حاله فساد برضو. ما هو لو اديت لها سلطه مطلقه هتبقى هي الحاكم الفاسد اللي فوق الحكام. الاجهزه الرقابيه بتراقب بعض، يعني الرقابه الاداريه على سبيل المثال حلها السادات لما ما عجبوش الكلام، لما جيهان طلعت قالت له لا مش مبسوطه راح شيل الرقابه الاداريه، لما مش عارف مسكوا فضيحة فساد لمين قالك لا ده انتاتشبل شيل مدير الرقابة الإدارية، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني ده كده في المجمل. انا يعني سوري انا طولت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اتكلم قبل انا نقطة اخيرة بس هقولها، سوري على نقطة على الموضوع المادة الثانية بس، لان دي مادة بيكثر فيها الحوار. احنا محتاجين نعمل سيشن على ايه هي اصلا مبادئ الشريعة، لانه مبادئ الشريعة دي حاجة يعني very fundamental، والناس لما تسمعها هتبقى منبهره، بس الناس كلها بتقول لا لمجرد ان ده اسمه اسلام، بس هو المبادئ الشريعه لو شلنا كلمه اسلام بس منها هيبقى في عندنا حمايه الفرد بكل اتريبيتس بتاعه بكل القيم بتاعته،
اللي هي النفس والمال والعرض وكل الحاجات اللي هي أساسية لعيشة ديمقراطية كريمة. شكرا. ويعني بس عايزين نعمل عليها ندوة، يعني أنا بقترح دلوقتي عايزين نعمل ندوة على المبادئ دي عشان نستفهم هي إيه مبادئ الشريعة الإسلامية، بدل ما هما بيرفضوا بدون ما نعرف. أنا هقوله اقتراح، ده اقتراح جميل جدا أستاذنا. أنا هقوله الكلام، هقوله الناد بس يا ريت فعلا نعمل ندوة عن المقصود بمبادئ الشريعة. وأنا أجيب لك أحكام المحكمة الدستورية في مصر اللي هي أعلى محكمة بينت ما هي مبادئ الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتكلم، أنا مصري، أنا مصري، أنا مصري، لا أقول مسلم ولا مسيح ولا أقول، أنا مصري. مصر كانت منبع الحضارة، مأوى الأنبياء، قلعة الإسلام، حضارة الكنيسة الأرثوذكسية. قبل أن نتكلم في شيء، أولا ولابد أن نعترف، ثلاثة عقود فقدنا الهوية الشخصية المصرية، ولابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا. فقدنا الهوية بعد كنا نعقد المواثيق الدولية ثلاثة عقود. أين الشخصية المصرية؟ أين الدولة المصرية؟ فقدنا الهوية من ناحية العالمية، فقدنا الهوية من ناحية الدينية، فقدنا الهوية حتى في عروبتنا، حتى في مصريتنا، ولابد أن نعترف بذلك. شخصية المصري دلوقتي احنا عايشين للأسف الشديد، هنعدل الدستور، المادة الثانية تعبانة، لكن للأسف أنا بقول لكم الدين الإسلامي ده هوية. الدين الإسلامي هنقول مصدر رئيسي؟ لا، المصدر الرئيسي كل دول العالم لها لغة رسمية. وأنا للأسف أغضب شديد شد الغضب لما أجد واحد بيحش ألفاظ أجنبية في اللغة الرسمية بتاع بلدي. لا، اتعلم لغات زي ما أنت عاوز. أنا نفسي بقولك اتعلم لغات، أنا متخصص في اللغة العربية وأدابها والعلوم الإسلامية، ودرست القرآن والإنجيل والتوراة باللغة العبرية اللغة الأصل بتاعته. لا، أنا أولا إنسان مصري مسلم عربي مواطن مصري، محمد حسني مبارك مواطن، أحمد شفيق مواطن، أنت مواطن، ولابد أن نعتز بهذه المواطنة. إذن طب ماذا يحدث بعد أن فقدنا الهوية بعد ثلاثة عقود؟ صحوة الشباب ونعتز بهم، لست كبير في السن ولكن بحكمة الكبار، صحوة الشباب كما قال رسول الله عليه وسلم وأمر أسامة بن زيد ولكن معه حكمة الكبار. فإذا لابد أن نعود إلى هويتنا العالمية، هويتنا الدينية، هويتنا العربية، هويتنا المصرية. للأسف احنا وصلنا لمرحلة ان الام في المناطق الشعبية بتخاف ابنها، بتقول له اوعى العسكري. زرعنا في ولادنا الخوف، لكن ثورة الشباب هي اللي قضت على الخوف، بل ظهرت مارد العالم كله بيتعلم منه، والعرب اللي كانوا بيقولوا على مصر رائدة اصبحت بحق الان مصر رائدة. ورجعنا للشخصية العالمية، العالم كله ينظر الى الشباب المصري على صحوات. وارجو ان نعود الى هويتنا، الى لغتنا العربية اللغة العزيزة. وارجو من الاخوة الذين يتكلمون يبتعدوا على الالفاظ الاجنبية، اللي كثير منا لا يتعلم اللغات، ليس كراهية في اللغات، ولكن انا مصري اعتز بديني، اعتز بلغتي، اعتز اني مصري. انا كنت شكرا. في كلام كتير شكرا. لكن للاسف طيب. الشديد مش عشان اخواتي. طيب في نقطه اظن اثيرت كتير قوي، الاليات العمل السياسي في المرحله اللي احنا فيها دي، وفي ناس عندها احباط، وفي ناس عندها ان شايفه حاجه بتطبخ او حاجه بتتعمل ومش عارفه ازاي تنظم نفسها، ومش عارفه ازاي ناس تشارك. بس يعني الندوه دي مثال جيد لقد ايه الناس عايزه تعمل حاجه في الوقت ده. عادة النظام السياسي بتنظمه الأحزاب، ولو في أحزاب مؤسسية ولها هياكل ولها كذا، ما كانش الموضوع كان صعب قوي كده. حاليا احنا بعد كبت مثلا أو اضطهاد ومش 30 سنة حتى 60 سنة أو 50 سنة، عندنا دلوقتي رغبة وقدرة للعمل السياسي، بس مش عارفين نوظفه، مش عارفين نقننه ازاي، مش عارفين نوصل صوتنا للجنة أو المجلس على القوات المسلحة أو. وبالتالي الاقتراح بتاع الناس تنزل تاني أو في الميدان أو في ميدان التحرير، أو نبتدي نجمع توقيعات لإنشاء أحزاب، أو الجماعات بتاعت الفيسبوك، أو الناس اللي بتتكلم باسم ناس مش موافق عليها، وطبعا صعوبة الانتخاب، كل القصص دي. يعني العادة لما احنا عندنا مثال كويس في التاريخ المصري في 1919، لما سعد باشا اتهم، او سعد زغلول وقتها اتهم ان هو مش ممثل المصريين، خد مع الوفد خد القطار من الاسكندرية لأسوان وجمع 1,000,000 توقيع في الوقت ده. ففي طرق بتفرض شرعيتها على النظام، وبتفرض شرعيتها على اي سلطة موجودة لو احنا عايزين نرجع السلطة للشعب.
فأتمنى أن يعني الآليات هي مختلفة، في ناس عايز تعمل أحزاب تعمل، في ناس عايز تلم توقيعات وتفوض ناس تعمل، بس ما نفضلش مش بنعملش حاجة، يعني ناخد الأمور دي ونحاول أن احنا نوصل رأينا بشكل من الطرق اللي موجودة أو بالانضمام للأحزاب القائمة لو فيها يعني لو في أمل أن هي تعاد هيكلتها، أو بتوقيعات لو حد جمع 100,000 توقيع وراح بالبطاقه رقم قومي راح انا معايا 100,000 توقيع، ما حدش هيطر ما حدش يقدر ان هو يتجاهله، وكذلك زي الاخ اللي كان من قبض المحامين كان بيتكلم هو والاخر، فيعني اليات العمل مش عايزكم يجيكم احباط في طرق. انا ليا تعقيب الحقيقه مهم جدا، ان استمرار الثوره هو استمرار اهداف الثوره واستمرار العمل على تحقيق وضمان كفاله تحقيق هذه الاهداف. ولذلك انا ليا اقتراح، يعني أنا أعجبني كثيراً تكوين هيئة تمثيلية لشباب 25 يناير، دي مسألة مهمة جداً، مسألة إن إحنا نطالب ونلح ونصمم على حكومة موسعة، مش حكومة من الحزب الوطني، حكومة وطنية انتقالية من جميع القوى السياسية، والمحاسبة والرقابة. المحاسبة والرقابة أخطر شيء الآن وأهم شيء أيضاً، إن يكون في رقابة ومحاسبة لمن ارتكبوا جرائم سواء في الماضي أو أثناء الثورة ضد الشباب وضد الناس، والقوانين القائمة فيها المحاسبة والرقابة. إحنا نطالب بتفعيل هذه القوانين، قانون من أين لك هذا، قانون الكسب غير المشروع، قانون القانون الجنائي على من وجهه الرصاص الحي إلى الشعب المصري، دي قوانين موجودة ونطالب ونصمم على تطبيقها بجميع الوسائل. فيما يتعلق بالدستور الجديد، إحنا في كلية جامعة القاهرة حننشر خلال أيام في الصحف المختلفة مشروع للدستور، ولكن مرة أخرى إن لو أردنا أن نغير الدستور، الدستور حاليا فيه 210 مادة، لو غيرنا فيه جزء، يعني أنا بقترح 20 مادة جوهرية اللي هي تؤدي إلى توسيع اختصاص السلطة التشريعية وانحصار اختصاص رئيس الجمهورية لكي يصبح حكما بين السلطات، حنضمن النظام البرلماني الذي نتمناه جميعا. فيما يتعلق بأمن الدولة، كلنا بننادي الأمن يرجع إلى طبيعته، وهي الأمن المجتمعي، الأمن الجنائي، وليس الأمن السياسي. أما مسألة المخابرات، الدولة لها جهاز مخابرات خارجية وقوي جدا، هذا لا مساس به، احنا بنتكلم عن أمن الدولة الذي وجه إلى المواطنين في الداخل، هذا ما نتمنى أنه فعلا يختفي تماما. ممكن؟ جماعة احنا بكرة لازم إن شاء الله نناشد بخروج اخواتنا المعتقلين، ان في الجزيره من قبل ساعه كده كان في حد جايبينه، كان معتقل وجايبينه، كان التعذيب اثار التعذيب كان الكهرباء، وكان مغرقينهم ميه في المعتقلات، وبنات وشباب وحاطينهم في قلب بعضيهم وبغرقوهم ميه وهم في قلب المعتقل ده كله. طبعا احنا لازم نناشد بيه بكره علشان خاطر الشباب اللي جوه دي. شكرا. هناخد اخر سؤال عشان الوقت والقاعه لازم تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك بس اقول حاجه، على فكره انا واقف بقالي كتير قوي بصراحه، يعني ماشي ماشي، ممكن تسمح لي بعد اذنك؟ حاضر حاضر حاضر. بقول لحضرتك تسمح لي بس بعد اذن حضرتك عشان واقف بقالي كتير جدا. حاضر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي علاء محمد عباس، امام وخطيب في الاوقاف، خريج شرع وقانون الازهر. فاحنا كلنا مصريين طبعا، بس انا بقول ان الثوره دي كانت اسمها ثوره الكرامه، يعني احنا كأئمه وخطباء مقيدين، يعني مقيدين ان احنا نقول الحاجه اللي هي موجوده في شريعتنا او موجوده في الحق والامر الصحيح. يعني فاحنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم على لسان سيدنا سليمان لما حضر عرش بلقيس، قال ليبلوني أأشكر ام اكفر. فاحنا ننسب الفضل لله عز وجل، ان ربنا هو اللي وفقنا، التوفيق بيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يعني لما هجموا علينا يوم الأربعاء، أنا كنت موجود، كان من كل حدب وصوب وجايين، كانوا هيدمروا الناس فعلا، يعني يدمروا الناس. فاحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى هو الموفق وهو بيده كل شيء. احنا بنقول لابد أن تستمر فينا روح الثورة، روح الثورة الإيجابية. هنواجه في المجتمع، وده أخطر شيء في المجتمع، الجهل، الجهل من عامة الناس، الجهل من عندهم دكتوراه لكن جهل وجهل مركب. فاحنا أبناء الثورة اتعلمنا وضحينا وعملنا، فاحنا لازم نواجه ونصبر صبر كبير جدا عشان نحقق. أنا بقول المرحلة اللي فاتت
أدينا دور، لكن المرحلة اللي جاية أصعب وأصعب. لازم حنلاقي في أمراض لسه موجودة في المجتمع، هذا المرض كان كبير وخطير وكان جرثومي وكان سرطانات، وما زالت عواقب العواقب موجودة. فاحنا نتحلى بالصبر. الجدال العقيم مش مطلوب ان احنا نقعد نجادل ونضيع وقتنا في الحاجات اللي هي فرعيات، لا، نركز على الاساسيات، الاسس، تغيير الدستور، تغيير الحكومة، تغيير كذا تغيير كذا، القواعد التي تبني الكرامة، القواعد التي تبني الكرامة. الجدال العقيم والمراء العقيم مش مطلوب. انا اسف انا بقاطعك، بس احنا فعلا عدينا 45 دقيقة من الوقت بتاعنا. طب خلاص، فريد كل واحد عايز يقول حاجة يخليها دقيقتين عشان احنا بعد 10 دقايق لازم نمشي بالظبط. مساء الخير عليكم يا جماعه. انا طب ممكن بعد اذنك بس عشان انا واقف بقالي كتير جدا، لان رجليا واقف يعني من بدري واقف. على فكره يا جماعه، انا كنت جاي الساقيه النهارده، انا هكلم بسرعه طبعا عشان الاستاذ، طبعا عشان انا فعلا يعني جاي النهارده عشان خاطر ان انا اخد حفله في ساقيه الصاوي. ما كنتش متوقع ان انا يعني من خلال المكان اللي انا فيه ده غير ان اطلع اغني، لكن انا فعلا يعني بتشرف ان انا من ضمن الشباب اللي عملت ثوره 25. بقالنا 4 سنين بنغني سيد درويش، والناس كلها بتقول لنا انتوا ليه بتغنوا سيد درويش؟ قلنا عشان هو ده اللي بيتكلم عن الناس. لكن انا برضو ما بتكلمش عن سيد درويش دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي كاني مصري مسلم قبطي لاني مرشد سياحي. حرام جدا يا جماعه ان احنا نشوف الفنادق بتاعتنا مقفوله بالشكل ده، شكلها صعب جدا، اقسم بالله العظيم. انا بتكلم عمي بقى، ومش هتكلم بقى لغات ولا قصص، كل انا بتكلم كمصري عشان اي حد جوه المكان ده سواء مثقف او غير مثقف يفهمني. المكان في الغردقه وشرم الشيخ بتسكنه الاشباح والعفاريت، وكل الناس بتطلع على فكره عشان خاطر تزود دخلها وتزود المرتبات والكلام ده كله، وما يعرفوش ان اكتر ناس بتتضر على فكره هم بتوع السياحه، لان مرتباتهم كلها نزلت، وفي ناس مشت، وفي ناس على فكره مش قادره تجيب قوت اليوم. ارجوكوا يا جماعه الحقوا السياحه لانها بتنهار. وبالنسبه للاستاذ اللي بيتكلم بيقول ان السودان بس بتحترمنا، لا، في بلاد كثيره جدا بره بتحترمنا، وانا كمرشد مرشد مصري بقول لكم في بلاد كتيره جدا بتحترمنا. بس اهم حاجه احنا كمصريين ما دام بنقول احنا عايزين نغير، يبقى لازم احنا كمان نتغير، لازم نبقى محترمين مع بعض، لازم نفضنا من قصه بقى انت مسلم ولا مسيحي، انت اهلاوي ولا زملكاوي، انت مش عارف ايه. عايزين نفوق عشان خاطر اللي جاي بالنسبه للشباب هيبقى عليهم حمل كبير قوي. ده الحمل اللي علينا. ارجو ان احنا يا جماعه الشباب اللي كانت موجوده بتحمي، انا كنت من ضمن الناس اللي كانت بتعمل حق الكردون اللي كان بيحافظ على المتحف المصري. يا جماعه خلوا بالكم من اثار مصر، وخلوا بالكم من حضاره مصر. مصر مش بتاعت حد، مصر بتاعت كل الناس، بتاعت كل الناس. واللي يخش مصر دلوقتي على فكره هيبقى فيه امان، والله العظيم انا بقول لكم اي فوق سياحي هيجي مصر دلوقتي هيكون عنده امان اكتر من الاول كمان، ما دام شفنا الشباب اللي كانت موجوده على فكره السنه بتحمي البيوت وبتحمي اعراضها وبتحمي كل ممتلكاتها. حافظوا على الشباب ده كمان، فعلوه، لان احنا على فكره احنا اللي جاي، ولازم نحافظ على الناس دي كلها. شكرا، وانا اسف لازعاجكم. في مواضيع كثيره اتطرحت مهمه جدا، بس في رايي في موضوع مستعجل جدا له دعوه بالدستور، وهو احنا هنعمل ايه في السبع ايام الجايين دول علشان اللجنه الدستوريه تضمن لنا مستقبلنا. لو التعديلات اقتصرت على 6 مواد اللي اتكلمنا فيهم، يعني حاطين نفسنا في رحمة النظام اللي جاي ان هو من نفسه هيقترح تعديلات جديدة للدستور والدستور كله. طيب هنعمل ايه؟ حضرتك طرحت مادة نمرة 7، طب كانت ايه صياغتها؟ وازاي نضغط على اللجنة انها تحط المادة دي في ال7 ايام دول؟ احنا بنتكلم على يوم الخميس الجاي خلاص، يعني جيم اوفر. طب هنتصرف ازاي؟ وده اقتراح مقدم فعلا من 20 من الشخصيات القضائية في مصر، وحيقدم إلى رئيس اللجنة، إلى المستشار طارق البشري، بإضافة مادة 7 بأن يلتزم رئيس الجمهورية المنتخب بتعديل الدستور، بتغيير الدستور بقى، بإنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خلال 6 أشهر. ده اقتراح لقضاء، ولكن إحنا ما نتمناه نحن تغيير الدستور، دستور جديد بجمعية تأسيسية جديدة
وأن الحكومة الحالية توسع وتصبح حكومة انتقالية تضم قوى سياسية مختلفة وتشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. هذا ما نقترحه في الجامعة أو يعني أساتذة الجامعة اللي اجتمعوا اليوم. مساء الخير يا دكتور. يعني قدامنا فعلا 5 دقايق عشان القاعة احنا خدناها زيادة. طيب اتفضل سريعا بقى. مساء الخير يا دكتور. لو سمحت أنا كنت عايز أعرف بس حاجة. فين مكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مكان حضرتك دلوقتي؟ فين مكانه دلوقتي؟ هل العيب فينا احنا ان احنا مش على قد ان احنا نتكلم معهم، ولا العيب فيهم ان مش عايزين يسمعونا؟ انا عايز اعرف دلوقتي، هل احنا كل مرة عشان نتكلم لازم نطلع بثورة؟ لازم نطلع بثورة ولا نتكلم بالكلام المحترم ده، نقترح وما نقترحش ونقول وما نقولش؟ يعني فين مكان المجلس الأعلى مكان حضرتك دلوقتي؟ فين اللي بيسمعنا؟ مين اللي بيسمعنا دلوقتي؟ مين اللي بيسمعنا؟ احنا دلوقتي نقاش دلوقتي، انا حاسس ان احنا على مية عايمة مش قادرين نوصل لحل. فين المكان دلوقتي اللي بيسمعنا دلوقتي؟ بس وشكرا يا دكتور. انا بس عندي سؤال واحد، بالنسبة للاستفتاء على الدستور هيبقى عليه اشراف قضائي برضو؟ وحاجة تانية، بالنسبة للاشراف القضائي على الانتخابات، ليه ما حدش بيتكلم خالص عن الاشراف دولي؟ شكرا. دي المادة 88، ما هي فعلا ده حتى اللي بتقترحه يعني الحكومة الحالية، تعديل المادة 88 لضمان إشراف قضائي كامل. يعني دي من الست مواد المقترحة على جميع الصناديق، قاضي لجميع الصناديق. إشراف دولي؟ لا، إشراف دولي عبارة غير دقيقة، لكن مراقبين دوليين نعم مقبول، والأظن رئيس الحكومة الحالي قال إن ما فيش مانع من مراقبين دوليين. ده التصريح، دي مسألة أصبحت محسومة، مراقبين دوليين وإشراف قضائي كامل، دي حتى قبل التغيير، يعني قاضي على كل صندوق. نعم نعم نعم. عندي سؤال أولاني، أكيد بأيد الاقتراح اللي قاله حد مننا هنا إن إحنا الحكومة لازم تتغير، بس مين هيغيرها وحنضمن إزاي إنها تيجي حكومة إحنا موافقين عليها؟ دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا أكيد موافقين على إننا عملنا الخطوة الكبيرة، لكن لسه في شغل كتير قدام لازم يتعمل. إحنا بنكلم بعض دلوقتي، إحنا الناس اللي عندنا وعي ومع ذلك إحنا محتارين. لو ما نقلناش الكلام ده لأهالينا وللناس الطبقات معينة اللي ما عندهمش وعي سياسي، هيفضل الحزب الوطني أو غيره يجي ويتحكم فيهم ويديهم فلوس ويقول لهم روحوا اعملوا كذا. فيا جماعة إحنا لازم نعمل عمل تطوعي جامد جدا، كل الشباب مننا اللي إحنا دلوقتي قاعدين هنا، إحنا ده اللي فعلا لازم نعمله، لأن هنتكلم وهنعمل. لو فضل الجهل السياسي والجهل ده موجود، هيفضل يجي ناس هيعملوا هيطبقوا علينا نفس الكلام، أيا كانوا بقى الناس دول اتجاهاتهم. الحاجة الأخيرة أنا عايز أقولها، أكيد نقطة المادة التانية من الدستور اتقالت كتير وتعلق عليها كتير، أنا بس كنت عايز أقول إن هي فعلا زي ما دكتور أحمد كمان أبو المجد كان قال في وقت إنها نقطة حساسة شوية، لكن يا جماعة المشكلة التمييز ما كانش بيحصل بسبب المادة دي، كان في تمييز بس التمييز كان ضد المسلمين والمسيحيين، لأن ما فيش عدالة، لأن ما فيش شفافية، لأن ما فيش رقابة. هي دي القيم اللي احنا لازم كلنا نأكد عليها. أنا عندي مشكلة إن يجي واحد رئيس وزراء مسلم لكن هيسرق وينهب ويبهدل الناس، لكن ما عنديش مشكلة إن يجي حد مسيحي لكن هيبقى إنسان نظيف ومش هيسرق الناس. الفكرة كلها إنه ما دام ما فيش رقابة وما فيش شفافية مش هينفع، لكن لو في رقابة يبقى محلولة. هي دي الحاجات اللي احنا لازم نقف عليها، مش المادة التانية، لانها في مواد تانية كلها بتركز على المواطنة وعلى عدم التمييز وعلى كذا وعلى كذا، هو ده اللي احنا لازم نركز فيه. انا اتفق معاك تماما، التمييز الذي ساد خلال السنوات السابقة ساد على جميع المواطنين المصريين بجميع انتماءاتهم، 100% معاك. حضرتك معلش في اكتر، معلش انا جاي من السفر. معلش يا جماعة، دلوقتي احنا بقالنا 60 سنة ما بنتكلمش خالص، قاعدين ساكتين، ولما اتكلمنا في الفترة الأخيرة اتكلموا وقولوا اللي انتوا عاوزينه واحنا هنعمل اللي احنا عاوزينه، مش ده اللي كان بيحصل؟ دلوقتي يا جماعة احنا قاعدين هنا برضو بنتكلم وبنقول اللي احنا عاوزينه، وهل يا ترى في حد بره القاعة هيعمل لنا اللي احنا عاوزينه؟ ماشي يا جماعة، شباب المحافظات اللي كانوا في 25 يناير و 28 ما فيش حد بيطلع لهم مننا احنا وبيكلمهم، زي ما هم بيجمعوا نفسهم وبيقولوا اللي هم هيقوموا ويقوموا ويقوموا، احنا برضو قاعدين في نهوت ومحدش بيطلع بره وبنجمع الناس اللي هم كانوا في 25 و28 يناير. محد لا معلش، بعد اذنك يا بعد اذنك، احنا عاوزين
لا المحافظات عاوزين زي ما احنا هنا بنتكلم وبنلقي افكار وبنخاطب عقول بعضنا لازم الشباب دولت زي ما الاستاذ قال في ناس معاها دكتوراه ولكن هم متخلفين ثقافيا او مغرضين احنا عاوزين يا جماعه نطلع بالحوار دوت بره القاعه بعد اذنكم عن طريق النت عن طريق اي حد احنا عاوزين نخاطب الشباب اللي بره وما شفناش وما يعرفش ان حاجه اساسا ان فيها حاجه اسمها سقيه الصاوي بعد اذنكم على الاقل كل واحد منا لو جاب صاحبه صديقه اخوه وقال له في حاجه اسمها سقيه الصاوي وفي حوار تم او 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 دي حاجة لينا احنا زي ما كان كتير قوي ما يعرفوش ان في حاجة اسمها ميدان التحرير على فكرة وكان في ناس ما يعرفوش حاجة اسمها ميدان التحرير وميدان التحرير دلوقتي بقى كل طفل في مصر يعرف ميدان التحرير او ميدان الشهداء بعد شكرا. اذنكم بعد اذنكم شكرا. كل واحد فينا يبتدي بنفسه ويطلع بره قاعة ديت ويقول يا جماعة الثورة ما خلصتش زي ما كل اهالينا افتكروا ان الثورة خلصت خلاص لا الثورة ما خلصتش شكرا يا فندم شكرا اخر طيب انا عايزه اقول انه في اكتر من 10 مجموعات بتقول ان هي بتمثل الثوره مظبوط احنا يعني وكل مجموعه بتقعد مع حد ما يعني عايزين ننظم الحته دي وفي اقتراح مع ان انا بنت بس انا عايزه اقول الاقتراح دوت ما يزعلش البنات انا لاقيه ان في بنات كتير على طاوله المفاوضات بالنسبه ان هم ممثلين الثوره انا شايف البنات عاطفيه جدا وما ينفعش ان هم يقعدوا على طاوله المفاوضات المفروض ده تساب للرجاله انا نفسي ان ده يحصل انا الاثنين اتكلموا بنات ما ينفعش وبرده معلش البنات بوضعها متفتح وكل حاجه لكن مهما كان الراجل دماغه اوسع برده أيوة. ده كلام برده ايوه وعلى فكره انا مسجله دكتوراه يعني انا مش واحده قاعده في البيت لا بس مش بقى. بس انا شفت على فكره بنات لا اتفضلي اتفضلي يا مدموزيل على فكره انا شفت إن أنا بنات أقول قراري ورايي عاوزين نتفاهم على فكره انا شفت بنات بيتكلموا افضل من الشباب بكتير جدا التعميم الحقيقه انا مش متفق معاكي خالص فيه شفتي البنات اللي كانوا في التحرير عملوا ايه فما فيش حاجه اسمها في رجال معلش يا فندم في رجال لا مفاوضات معلش انا دارس مفاوضات بقولك انا يعني دارس مفاوضات ما تقلقيش بس في رجال عاطفيين جدا وبيضيعوا نفسهم ما مش عايزين تمييز بالشكل ده يعني ما صعب قوي الاقتراح ده غريبه نشكر كل الناس اللي حضروا ومن فضلكم تابعوا الجروب اللي اتعمل على جوجل واظن الايميل ليست اتكملت نشكر حضرتك والدكتور شاكرين فضلك جدا ونتمنى حضرتك تشرفنا على كده في ندوه الاستاذ ياسر الله يخليك شكرا شاكرين تصبحوا على خير